هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من محافظة مطروح. شهدت هذه المحافظة افتتاح معرض أهل المدارس، أما محافظة دمياط فاعتمد التنسيق المرحلة الخامسة للقبول بمدارس الثانوية العامة. في الوادي الجديد كمان تم طرح لحوم وأسماك وخضروات طازة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار. كمان في الشرقية تم افتتاح 20 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة مطروح شهدت افتتاح معرض أهل المدارس اللي بيشتمل على مستلزمات مدرسية للمواطنين بنسب تخفيض وصلت ل 30%. وزعت محافظة مطروح 100 شنطة مدرسية بالمجان على المواطنين احتفالاً بالعام الدراسي وسط سعادة وفرحة الأهالي. اعتمدت محافظة دمياط تنسيق المرحلة الخامسة للقبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام للعام الدراسي 2024-2025. وجد بناء على ما أسفرت عنه لجان المتابعة على المدارس للاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال أتوبيس الطائر اللي تم تدشينه هذا الأسبوع، وتلاحظ وجود فصول دراسية غير مستثمرة ضمن العملية التعليمية، وتم إعادة الدراسة نحو استثمار تلك الفراغات. لذلك تم النزول بالمجموع بعدد من مدارس المرحلة الثانوية بالإدارات التعليمية دمياط وفرسكور وعزبة البرج وكفر سعد وكفر البطيخ. في الوادي الجديد أعلنت الوحدة المحلية المركز ومدينة الدخلة توفير الخضروات والفاكهة والأسماك والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ البيع الحكومية المخفضة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، واللي شهدت إقبال كبير منهم لشراء احتياجاتهم. وتم توفير المنتجات والسلع الغذائية واللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة بأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق التجارية بهدف محاربة غلاء الأسعار ودعمها الأهالي مركز الدخلة. أعلنت محافظة الشرقية عن جاهزية المحافظة لافتتاح 20 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 146 مليون و600 ألف جنيه ضمن 55 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات الصحة والطرق والصرف الصحي والكهرباء والأبنية التعليمية والشباب والرياضة وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية، وده بتكلفة إجمالية 4 مليار و300 مليون جنيه. في الإسكندرية أعلنت إدارة المدن الجامعية تمديد فترة التقديم الورقي للطلاب القدامى من جميع الكليات حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2024، وجاء هذا القرار نظراً لتأخر بعض الكليات في اعتماد طلبات التحويل للطلاب القدامى وأيضاً تأخر ظهور نتيجة الفرقة الرابعة بكلية الطب، كما تم تمديد فترة التقديم في المدن الجامعية بالإسكندرية للطلاب المنقولين للفرقة الخامسة بكلية الطب حتى يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر الجاري لتوفير فرصة أكبر للطلاب لاستكمال إجراءات التقديم. شهدت محافظة قنا تسليم 800 شنطة مدرسية شاملة الأدوات الدراسية والمدرسية اللازمة لأطفال وتلاميذ الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر الأكثر احتياجاً، خاصة مساهمتها في استكمال الدراسة لأطفالهم مما يحقق التقدم في المجال الدراسي. فأسوان أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم معاينة الموقع المخصص لإقامة تصميم خزان بسمة لإنهاء مشكلة انقطاعات المياه المتكررة بمدينة أسوان على مساحة 5258 متر. أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة التشغيل التجريبي لوحدة طب أسرة أبيز 4 بكفر الدوار ضمن وحدات المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري مبادرة حياة كريمة لتقديم خدمات الرعاية الأولية. وبيعد مركز كفر الدوار من أكبر المراكز اللي تم إنشاء وحدات بيها ضمن مبادرة حياة كريمة، وجار استلام مراكز طبية أخرى، وبيعتبر أحد المشروعات المرشحة للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة البحيرة. في بورسعيد شهدت مديرية الشباب والرياضة انطلاق فعاليات مبادرة بورسعيد تستحق لشباب أندية التطوع، وتم الدفع ب 100 شاب وفتاة، وكانت البداية من حي الضواحي أحد أكبر أحياء محافظة بورسعيد.